إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة في واحد صديق ليا هو في نفس المهنة، يعني شغال في نفس المهنة في هندسة الإلكترونيات، وبعت لي الجهاز ده. هو في مشكلة هنشوفها الوقت مع بعض. جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. صدق الله العظيم، هي دي المشكلة يا جماعة، اللي هو الصوت بيروح وبيجي بيقطع زي ما انتم سمعتوه كده. هو الاستقبال بتاعه قوي كويس، بس الصوت بيروح وبيقطع. هو الشاك بتاعه اللي راح اللي هي المفاتيح اللي هي بتاعه الفوليوم وبتاعه التون وغيرهم، فلا برضو المشكله هي هيها، فهو بعتهولي. فتعال نفتحهم مع بعض ونشوف. اول حاجه انا هعملها يا جماعه ان انا هجيب هيدفونز واشوف هل فعلا نفس الصوت ده بيطلع من الهيدفونز ولا. انا بستخدم هيدفونز اهو يا جماعه، والصوت طلع كويس جدا من الهيدفونز، مفيش فيه اي مشكله. تعال الاول نستبعد السماعات. لازم نشيل دول بره يا جماعه. انا لازم يا جماعه افك البورده واثبت اللي هي المفتاح الفوليوم ده، لان بقى ما هو ثابت قبل ما اوصل سماعات او حاجه، لان مش هيديني نتيجه كويسه. انا جبت سماعات هي تانيه، بس لازم انا جبت سماعات تانيه هي جبت سماعات تانية عشان اجربها، بس المفتاح ما هوش ثابت خالص. عشان كده الاول هفك، هحاول افك واثبت مفتاح الفوليوم ده الاول. وبعد كده ايه نشوف اللي هي السماعات. الزير مش ماسك خالص يا جماعه، انا هفكه واعمله من الاول وجديد تاني. زي ما انتم شايفين يا جماعه، هو مكان اللي هي للاسف مكان اللي هي الفوليوم كنترول بايظ تماما، مكانه بايظ خالص. نحاول نلحمه بس نثبته، لانه ما كانش ثابت، وده السبب اللي خلى اللي هي الرجلين تتاكل. هنا يا جماعه انا بوسع الفتحتين دول، لان ما ينفعش ان احنا نعمله كده. شايفين هو معمول ازاي؟ ما ينفعش نعمله كده، المفروض اللي هو ايه يبقى قاعد مستريح اللي هي المفتاح الفوليوم. فعشان كده انا بوسع الاثنين دول. اعتقد هما كده الوقت كافيين. نركب كده ونشوف. عايزين نوسع شوية كمان، أو هو كده ركب بالظبط؟ لا هو كده ركب تمام. تمام، نبدأ نلحم بقى ونحاول إن احنا نعمل كبار هنا أو حاجة.
لسه يكدو ده افضل حاجه قدرت اعملها يا جماعه، لان كان كل الاوعاد شكرا. طالعه. ايوه انا عملت برضو اللي هي الجزء ده اللي هي بتاع الفوليوم كنترول، عملته قصير اقصر، قصرته بالمبرد عشان يبقوا عارفين. استخدمت المبرد عشان اعمله اخليه اقصر. تعال نرجعه بقى نسأل. انا في يا جماعه انا غيرت اللي هي، برغم ان السماعه مقطوعه، بس المشكله من الواضح اللي هي مش بسبب السماعات، لان غيرت السماعات اهي وحطيت سماعتين تانيين ولسه المشكله موجوده. فمعنى كده ان مفيش كهرباء كافيه واصله للي هي الكاسيت، فده ممكن يكون بسبب ليها مكثفات، او ممكن يكون الترانسفورمر نفسه، ممكن يكون الترانسفورمر رغم ان هو شغال بس ما بيطلعش اللي هي 9 فولت. عرفت منين اللي هو المفروض يبقى 9 فولت؟ لان بياخد 6 حجاره، 6 حجاره يعني 9 فولت. فانا هشوف الوقت هقيس اللي هو الخارج بتاع الترانسفورمر ده، هل يا ترى بيطلع 9 فولت ولا بيطلع اقل؟ هو يا جماعه الوقت بيطلع 9.5 تقريبا، 9.8 المفروض يطلع، يعني 10.5 11 المفروض يعني. فعموما انا هبدله، هبدل اللي هو الترانس واشوف هو وهشوف هيعمل ايه. فاهم؟ شايفين اهو طلع عاطي 9.8. المشكلة لسه موجودة يا جماعة، بعد حتى ما غيرنا الترانس لا زالت المشكلة موجودة. ما بنعدل الصوت هتيجي تبص تلاحظ ان الضوء ده بيترعش والصوت برضه بيترعش. This is the same value. انا هبدل يا جماعه اللي هي المكثف ده 2200 مايكرو 16 فولت بواحد بنفس القيمه 2200 مايكرو برضو 16 فولت. انا غيرت المكثف اهو يا جماعه، بس لا زال برضو المشكله موجوده. فانا هغير اتنين تاني، اتنين كاباستر جنب ايس الصوت اللي هما الاتنين دول، لانهم كمان بيسخنوا جامد جدا. انا طلعت اهو يا جماعه المكثفين، هو مكثف فيهم 100 مايكرو 10 فولت، والمكثف التاني 220 مايكرو 16 فولت. انا بدلهم وارجع لكم تاني. دلوقتي هنجربه يا جماعه بعد ما غيرنا اللي هي المكثفين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ايها الاخوه، سبب الحلم زي ما احنا شايفين يا جماعه اهوت، الحمد لله الصوت بقى ثابت بعد تغيير اللي هو المكثفين. ودي كانت نهايه الفيديو بتاعنا ان شاء الله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. يا ريت ما تنسناش ان شاء الله في المشاركه والاعجاب والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.